هاي. اوكي جايز، اكستندد ارما كريتن 1.5 وذ ذا سوبر باور لوسي دي بي اكس ال اي 1.5. سو هير از ذا اكستندد ارما كريتن 1.5 لونج ويل بيس بيسايد ذا لوسي دي بي اكس ال اي اند مافريك وذ ذا دكتور هير. Two Lucy DBXLEs and one Creighton EXB extended and one Maverick. أقوى دوسة في العالم. Hey. This is the craziest punch in RC drag in sand for this season. Whoa! GMC wheel bar? No! Lucy wheel bar! يا لوسي! لوسي now upgraded. Made by Zoomer Blades. This is the Lucy King Super Bahre 2.0 Arma Creighton 1.5 PXB extended chassis. The chassis is longer now. It's not the same anymore. You can see how long it is. Lucy. راح الفيديو بقصة سرع بحط لهم طيط Army style Arma Creighton green. Okay guys, here are the beasts. 1.5 scale to the max. Okay. 1, 2, 3. Lucy DBXLE. One Maverick Vader, one Arma Creighton, 1.5. حرام كل هالسيارات وما في دوسة حلوة. اي والله. كلها سارقين. عيونكم هني ها؟ مو على مو تركب. ولا تبون كلمة جو بس. اللوسي الكاش. الكاش الأول. الكاش. المافريك المافريك. مبلوك. مسه. واو ويت 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 لمن يوم هذا اللي يتهور من يسمع كلامكم جميل.
guys, we have Maverick, Killer, Vader, driven by Rashid, RC Summit Racing. روح! ما شاء الله. الكاش. تفصيل بادي كيلر؟ ايه. في خفيف باللون اللي تباه. ما في وين اللي يباه. لوسي، دراج، ساند بادل تايرز، ويل بار. عطا اوكي اوكي ام جي ام اي اس سي بس هذا البطل ام جي ام موتور شعبني 6 سل اي دونت نو هاو ماني سل سيكريت سو ذس از مافريك كيلر اتس كولد ذا فايتر Look at this ESC. This is my finger. It's so big. Bigger than a block, a brick. MGM Fighter. Maverick. Okay. Fast.